مساء الخير لكم مني أنا جورج شاهين ومن السفير أنطوان شديد أطيب التمنيات. ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها اللبنانيون إلى الخارج لتلمس المخارج الممكنة لمسلسل الأزمات التي نعيشها. ما هو ثابت أننا لم نتعلم حتى اليوم من الدروس التاريخية شيئا، فقد اعتاد البعض أن يجر البلد إلى حيث تريد بعض الدول سواء كانت إقليمية أو دولية، وأيا كانت النتائج المترتبة على الوطن الصغير الذي لا يحتمل ترددات الصراع، فلا يراعون مصالح اللبنانيين ولا يحتسبون قدراتهم على تحمل المواجهات القائمة بين أحلاف كبرى استخدمت في حروبها أعتى الجيوش وجندت لها أقوى الاقتصادات والأسلحة المتطورة، ولذلك انهار البلد وتحول اللبنانيون إلى شحادين يتسولون قروض البنك الدولي ويتوسلون الدول والمؤسسات المانحة التي لم تقصر حتى الآن بحجم مساعداتها الإنسانية. بالرغم من صعوبة المرحلة وحجم المأساة التي ألمت بالوطن على مختلف المستويات، يرصد اللبنانيون الحراك الدولي ما بين واشنطن وباريس، بين طهران والرياض والقاهرة والدوحة، وقد أقنعنا بعض المسؤولين الممسكين بالسلطة أن هناك ما يعيق مساعيهم من أجل مواجهة سيل الاستحقاقات الصحية والحكومية تغطية على عجز متماد في مواجهة أي منها، اقتصادية كانت أم اجتماعية، عدا عن الإهمال الذي تفجر في عنبر الفساد رقم 12 ودمر جزءا من بيروت وأدى إلى ما أدى إليه من ضحايا وأضرار. وبدل اتخاذ أي خطوة من نوع الاعتراف بالتقصير أو قلة النظر أو الغباء، اعتبر البعض هذه النكبة أنها فرصة لفك عزلة لبنان الدولية، عزلة لبنان الرسمي. لم يحصد هؤلاء سوى الخيبة، مستمرين في غيهم، باحثين عن موقع أو دور، متمسكين بهذه الحقيبة أو تلك، بعدما تركوا البلد بلا حكومة لتنضم مؤسسة دستورية بهذا الحجم إلى باقي المؤسسات المشلولة والمستخدمة في الصراع. لن أطيل في التفاصيل، فالمناسبة اليوم لا تتسع للتبرير والتقصير، فما هو واضح أنه كبير لا يحده أفق، بانتظار الفصل بين ما يمكن احتسابه من أسباب داخلية أو خارجية تحول دون بلوغ الحل المنشود. وأستضيف في هذه الحلقة السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد لأسأله: أين تقف واشنطن من الحراك الدبلوماسي باتجاه طهران؟ هل من قواعد أمريكية جديدة تؤثر في مسار المبادرة الفرنسية؟ أي موقع للبنان على خريطة الأزمات المشتعلة من بيروت إلى اليمن؟ وسنكون في سياق هذه الحلقة مع القيادي في عمية 17 تشرين الدكتور علي مراد، لنقف على نظرته في الأزمة الحكومية ودور الحراك الشعبي في هذه المرحلة. وقبل أن أنهي المقدمة، لابد من الإشارة إلى أحصاء صدر قبل قليل عن عدد من الوكالات الأجنبية، قالت أن 83 حكومة في العالم تستغل جائحة كورونا لخنق معارضيها. هل لبنان على هذه اللائحة؟ أهلا وسهلا سعادة السفير. أهلا فيك جورج. فيك تجاوب على آخر سؤال؟ أنه عم تستغل 83 دولة بالعالم عم تستغل الكورونا لخنق المعارضين. بدنا نعرف مين اللي عامل هالإحصاء. بين 83 معقول نحن ما نكون متقدمين بيناتهم؟ يعني بس ما بعتقد بصراحة. ما بعتقد نحن في زمن الكورونا. نعم. أول شيء بنشكر على جرأتك أنك جيت، بس نحن أخدين أبسط الاحتياطات، أخدين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شو قصتك مع الكورونا؟ ملتزم؟ ملتزم جدا أكيد، لأنه جدي جدا وخطيرة جدا، ويجب أنه يكون الواحد ملتزم 100% بالحجر وبالتلقيح عندما يحين الموعد. تنصح أكيد. أنت باللقاح. ما في شك، مش بس بنصح، ضروري ضروري ضروري. يا ريت في شيء لحتى يجبروا العالم لحتى ياخذوا اللقاح، ما شو في غيره. مع أن تكون خطوة إلزامية، أنا مع انه تكون خطوة الحقيقة هي شيء بيطمن. يعني امبارح ما في شك فيه، امبارح الاحصاء انه قطعنا اكثر من 6000 شخص تقريبا، ما رصدنا حالات سيئة بالعالم، ما رصدنا رديت فعل مثل ما بيمشوا على واحد بالعالم تيقولوا تضرر من اول شيء. ما رصدنا من هال6000 لقاح هون بلبنان. ثاني شيء بالعالم تقدموا جدا باللقاح، وما عاد في، ما طلع في رديت فعل ولا باي شكل، لا بل هذا هو اللي بيولد المناعة
هو اللقاح. في ناس عم بيقولوا نحن ملقحين قبلهم. لا, 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 لا هالمرة ما في مزح. ليك المعنى المجازي. ليك شو عم بيصير قدامنا. صحيح. ليك شو عم بيصير. سعادة السفير, نعم. اليوم هيك حبينا نلقي الضوء شوي, لأنه مثل ما قلنا بالمقدمة الناس عم تترقب الحراك بالخارج, بالداخل يبدو فالج لا تعالج. الظاهر هاي. يعني تيرد من رد لرد أسبوع. إنه رئيس الحريري حكي أحد الماضي تيرد الوزير باسيل مع أنه ما له علاقة بالعملية التشكيل لأحد الجاي. أول شيء بدي منك, أنت قبل كنت ضايف بهالستوديو, نعم. بعد انتخاب جو بايدن وبعد ما بداية تشكيل فريقه ألقيت نظرة واسعة أنت على كل المسؤولين, بين مستر بلينكن بين فلين كذا كل المواقع, يعني هول اللي عصرتهم أنت بواشنطن, نعم. هل تغيرت نظرتك إلى الإدارة الأمريكية من وقتها لهلأ بعد ما تفاتوا؟ يعني دخل خلص ما بقى فينا نقوله. لا لا دخل خلص, ولو الإدارة بلشت وغطست يعني بسرعة ما في شك, نعم. ما في شك لأنه المواضيع والمشاكل كثيرة, نعم. والإدارة بلشت أنه تواجه هالمئة. نظرتي للإدارة بعدها مثل ما حكينا قبل, نظرة الإدارة متأنية وبدأ تعمل ردات فعل على سياسات ترامب. ترامب ترك بصمات كتير كبيرة بالعالم, وخاصة في السياسة الأمريكية تجاه العالم كله, تجاه الصين, تجاه روسيا, تجاه الاتحاد الأوروبي, وتجاه الشرق الأوسط, تجاه إيران, تجاه يعني المشاكل الدولية أبدا. وبعده هلأ كمان عم يعمل يعني يستهدف الحزب الجمهوري كما قرأنا اليوم. بقى ما في شك أنه بايدن بلش لحتى يعاكس هالسياسة الأمريكية هو ورجال إدارته. وطبعا نحن عم نحكي عن الشرق الأوسط. الشرق الأوسط هون منه عم بيعاكسها تماما, متأني جدا بمقاربة موضوع الشرق الأوسط وموضوع إيران, يعني باختلاف مقاربته للمواضيع الأمريكية الداخلية أو لمواضيع العلاقة مع روسيا أو مع الصين. بالشرق الأوسط متأنن, عم بيشوف يدرس الموضوع, ما بده أنه مشاكل أو حروب تنفجر بوجهه بأول إدارته, لذلك عم بيشوف شو الإدارة عتتلمس طريقة لحل المشكل. أول موضوع عنده هو موضوع الاتفاق النووي مع إيران, نعم. اللي عقد سنة 2015 وانسحبت الولايات المتحدة منه سنة 2018, ووضع ترامب, إدارة ترامب والولايات المتحدة استعملوا سياسة الضغوطات القصوى ووضعوا العقوبات الكثيرة والكبيرة واللي أدت إلى بالفعل مشاكل اقتصادية ومالية كبرى في إيران. بقى ويريد العودة إلى الاتفاق النووي ولكن ليس بأي ثمن. ما بعتقد رح يتخلى بهالسهولة عن ما تركه له ترامب, خاصة من ناحية العقوبات. يمكن بيعتبرها هدية أنه ليشوف كيف بده يتحاور مع إيران, لأنه رح يكون في ثمن لرفع هالعقوبات هيدي. لن تكون رفع العقوبات مجانية أبدا, بده يمكن ياخد ثمن من إيران. الثمن واضح جدا, العودة أولا إلى الاتفاق النووي والتزام إيران بكل التدابير التي نص عليها هذا الاتفاق من عدم التخصيب ويعني وكل القضايا التقنية اللي بتأدي إلى اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي, رغم أنه إيران بتقول أنه نحن ما بدنا أنه نمتلك السلاح النووي. وكمان عنده بده يدخل مشاكل المنطقة, قال أنه بده يجيب يعني أفريقاء المنطقة إلى طاولة المفاوضات من السعودية وإسرائيل ودول الخليج. رح نوصل لها, كان مبادرة فرنسية طبعا فرنسية. وكمان يعني هني برأيهم أنه في عندك الموضوع الباليستي والصواريخ الباليستي الإيرانية, أكيد يعني بده يلاقي له حل. طبعا إيران ما عم تقبل أبدا بهالأمور هيدي. بدأت مفاوضات قبل أن تبدأ, بدأت مفاوضات, إيران بدأت أكيد على الأرض,
من عروض قوة، مناورات عسكرية، عروض قوة، الهجوم، الهجوم الحوثيين على مطار أبها، وهجوم الحوثيين المستمر على المملكة العربية السعودية، يعني كل الأمور والتصريحات الإيرانية المستفزة للولايات المتحدة ولأوروبا، اللي هالتصريحات اللي صدرت عن المرشد الأعلى والرئيس روحاني ووزير الخارجية ظريف، يعني كل هيدي مؤشرات أنه إيران بدأت قبل أن بالمفاوضات قبل أن تجلس إلى طاولة المفاوضات. بينما الولايات المتحدة يعني ردة الفعل تبعها لحديتها، لأنه نحن عنا وقتنا، وهني عارفين أنه الوقت ليس من مصلحة إيران، لأنه العقوبات، عقوبات ترامب إذا بدنا نسميها، أدت إلى كما قلت هلأ أنا أنه إلى مشاكل اقتصادية كبرى. يعني إيران بتحب أنه تحل هالقضايا هيدي الاقتصادية أو تبدأ بحلها اليوم قبل بكرة وبكرة قبل بعد بكرة. لذلك أنه يعني بدأت قبل أن تبدأ، وهذا عنوانها، من يبدأ أولا كما سمعنا عدة مرات. الأمريكان ما بدهم أنه طبعا يصير في أي حرب، ومؤخرا ضرب مطار أربيل، يعني هلأ أوكي ما في حدا ثبت مين ضرب وكيف ضرب، ولكن كل هالأمور هيدي عم تعطي شك حول إيران وحول ردة فعل إيران وحول الرسائل العسكرية اللي عم تبعتها إيران إلى الولايات المتحدة قبل أن تبدأ الواحد. وبالطبع الأوروبيين يعني عم يواكبوا هالأمور هيدي، عندهم مصلحة كبرى. واليوم كمان صار في اجتماع لوزراء الخارجية ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، أكيد بدعوة من وزير خارجية فرنسا، وطلع يعني مواقف كمان متشنجة تجاه رح نوصل رح نخدهم كلهم. بس قبل ما فوت بالمنطقة، بس بدي رأيك أنت كخبير بالشأن الأمريكي، قد يكون سهل كتير على الرئيس ترامب انه يغير كل الواقع الامريكي بالداخل. يعني شفناه مثل عم بيعزل وراء ترامب. ايه؟ يعني القرارات التنفيذية اللي بتسمح له الرئيس الامريكي، كلنا نعرف انه القرار التنفيذي ما بينطر حكومة، ما في شك النظام رئاسي بالولايات المتحدة. بايدن واضح انه رح يقدر يقضي على كتير من ظواهر بايدن ترامب بالداخل، ليس بهذه السهولة جورج، عم بيحاول ببعض ببعض الامور. ايه بالهجره لا بس اولها قصه كورونا، قصه كوفيد 19، يعني غير اليوم اليوم ترامب هاجموا لبايدن انه عم تحكي انت هلا انه بلشت بدك تامن اللقاح لكل الشعب الامريكي، انا اللي بدات، انت وين كنت هل يعني حتى نعته بالستوبيديتي انه بالقبله اللي كما قال عنه للرئيس الامريكي. ولكن اول شغلي يعني اول امتحان لاداره بايدن هي هلا اللقاح وسيطرته على كورونا، والظاهر انه بدات الاعداد انه عم تنزل اعداد الاصابات تبع كورونا والوفيات بالولايات المتحده التي اصيبت باكبر عدد ممكن بالعالم بهالشيء هيدا. ولكن يعني قطعت 20 مليون اصابه ما في شك انه يبدا من الداخل اكيد. وعليه ان وبعدين القضيه الاقتصاديه، يعني هلا بده انه يامن تريليون ونص، تريليون فاصلة تسعة تقريبا 2 تريليون مساعدات اقتصاديه للأمريكيين بقلب أمريكا. بقى كل هالأمور هيدي هي إيش يعطينا الفايدة طبعاً. يا ريت بقى هلا يعني قبل أن يركز على القضايا الخارجية، ولكن القضايا الخارجية عم تلحقوا فوراً، يعني ما عم تخليه إنه بس يركز على الداخل. يقال إنه ترامب فرض أمر واقع بعدد من مناطق التوتر بالعالم. منهم عنا نحن. منا نحن ومن غيرنا. لذلك رح نفوت بالتفصيل. ما في شك. خلينا نبلش أول شيء هلا، لأنه من وقت كنت عم بحكي أنا وياك امبارح كنا عم نتابع هلا اللقاء اللي سميته هلا الافتراضي بين وزراء الخارجية الأربعة، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا وواشنطن. يبدو ما في معلومات إضافية، بس في أمر غريب. في تصعيد ألماني قوي كتير باتجاه إيران وتصعيد فرنسي. يعني تصور وزير خارجية ألمانيا هلا بيقول إن خطوات إيران الأخيرة تهدد عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي. كل ما زاد الضغط الإيراني، مش عم يحكي عن ضغط أمريكي، عم يحكي عن ضغط إيراني طبعا، يزيد صعوبة التوصل إلى حل سياسي، مع الإشارة إلى ما يجري في اليمن وفي أربيل. باعتقادك كما أشرت، يمكن أنت أجبت على السؤال بالأول وقلت أنه بلشت بمفاوضات على نار حامية إيران أكيد.
قبل ما فهمت شيء شو عرضه بعد لرئيس بايدن هلا؟ ما قال شيء بعد. لا بعد ما قال شيء، فقط انه وقف كل التدابير اللي عم تاخذيها بناحيه تخصيب الاورانيوم، وبدك تسمحي دائما للوكالة الدولية للطاقة الذرية بانه تفوت يكون في تنبيش ويعني ليشوفوا جوات المعامل عندك لحتى يشوف، تلتزمي 100% بقرار لحتى نحن نرجع للاتفاق. ولكن كمان يعني لم أحلى بل قال بلينكن وزير خارجية أمريكا أنه بدنا نستشير نحن حلفائنا بالمنطقة، ويعني بحلفائنا إسرائيل والسعودية ودول الخليج. هلأ كل هذا ترفضه إيران لأنه بتقول أنا ما بدي دخل أي موضوع آخر على طاولة المفاوضات سوى هو الاتفاق النووي. نحن مستعدين نبحث ربما بمدته ربما بتفاصيله شوي، ولكن أي موضوع آخر من ناحية صواريخنا ومن ناحية سياستنا بالمنطقة منا مستعدين أبدا أنه نعملها. هيدا كله من باب تعلية السقف. نعم. من باب تعلية سقف إيران، ولكن الولايات المتحدة بعد ما علت السقف تبعها. هذا أول اجتماع اليوم اللي صار بين وزراء الخارجية. كمان إذا بدك ألمانيا اللي هي هلأ عم تقرأ كانت تصريح وزير خارجيتها من باب الضغوطات على إيران أنه يا إيران بدك تنتبه شوي، نحن ما بنقدر نسمح ولا بأي شكل من الأشكال أنك تقتربي إلى صناعة السلاح النووي. هو الـ 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 هن امبارح الايرانيين عشية بعد الاعلان عن اللقاء الرباعي الدولي بين اوروبا، امبارح بمجلس الشورى الايراني، ومعروف انه مجلس الشورى عم يهيمن على المحافظين المتشددين الايرانيين، قالت يتعين على الحكومه تقليص نشاط مفتشي الوكاله الدوليه في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضه على ايران. والوزير ظريف شاركهم وقال إن المهلة التي يمنحها القانون قبل الإقدام على هذه الخطوة تنتهي في 21 فبراير. هلا. بعد ثلاثة أيام. نعم. يعني قبل هذا المؤتمر علوا السقف الإيرانيين. هل تتوقع أن تنجح باقي المبادرات المبنية؟ نحن بنعرف إنه فرنسا اللي طرحت قبل اتصال ماكرون بالرئيس بايدن قال علينا أن نوسع برنامج 5+1، يمكن يصير 5+2 أو 3 إذا زدنا الرياض وتل أبيب. قبل بكم أسبوع أضافت المنطقة العسكرية الأمريكية إسرائيل إلى ولايتها. مظبوط. يعني نحن بنستقبل قائد المنطقة الوسطى. سنتكم هيدي. مكان إسرائيل. قيادة المركزية. طيب. كيف بيقرأ أنطوان شديد بخبرته الأمريكية هذا الموقف؟ عدا عن الموقف الإيراني، هل كل المبادرات الدولية اللي عم بتجرب تفتح خط بين طهران وواشنطن ستفشل؟ أنا برأيي لن تفشل في نهاية الأمر، ولكن يعني ستكون صعبة جدا. يعني في صعوبة جدا. هلأ حاصرين من يبدأ أولا، طلعوا بنظرية التزامن ما بين يعني بين ما تقبل في أمريكا واللي بتقبل في إيران. التزامن لحتى لا ما يبين أي فريق أنه انكسر للآخر أو تراجع أمام الآخر. انت عم تحكي عن الميزان الفرنسي هلا؟ انا عم بحكي عن كل المفاوضات. وسالتني اذا كان مثلا هل ميزان الفرنسي او الالماني او الاوروبي هل ستفشل كل هالمواضيع؟ انا برايي انه ستكون صعبه جدا، ولكنها لن تفشل في نهايه الامر، لانه الفريقين بدهم انه يرجعوا على الاتفاق النووي، الامريكي والايراني. والايراني مستعجل جورج، الايراني مستعجل. الأمريكي بيقول لك أوكي بياخد وقتي أنا، ولكن إيراني مستعجل. مشان هيك أنا برأيي أنه الإيراني استعمل عبكير كل الأوراق العسكرية تبعه. شو بعد فيه؟ شو بده يضرب واشنطن؟ يعني أنه استعمل أربيل واستعمل. هلأ أربيل بيقول مش أنا طبعا، هلا بالطريقه اللي عم يتصرف فيها بذكاء كتير الايراني. من وين اجت هالصواريخ اللي عم يعني بكل هالقضايا العسكريه اللي عم تصير بيقول انه انا ما دخلني هودي الحوثيين من جهه ومدري مين اولياء الدم يستند الى قوى محليه مثل عنا مثل ما كان شو انه زيت النموذج الشعبي او حزب الله او شيء من النوع كله سوا. انه بدها تاخذ وقت لحتى ترجع. هلا هالشيء هيدا عم ينعكس على الوضع بالمنطقه. وما ننسى في شغلتين كتير مهمين، إسرائيل والكونغرس الأمريكي. يعني بايدن كتير مكبل بهالتنين،
يعني ولو كان انه تاخر الاتصال بينه وبين نتنياهو الذي تم من امبارح يعني انه بعد ما اتصل بعده رؤساء حول العالم لامبارح لحتى حكي مع نتنياهو، ولكن هيدي اسرائيل بالنسبه للولايات المتحده ما راح تكون بهالسهوله هيدي انه يتخلى عنها. وسياسه اداره بايدن هي ككل سياسات الادارات الامريكيه السابقه، اي إسرائيل قبل أي شيء آخر. هيدا من جهة. من جهة تانية إذا بده يشيل العقوبات عن إيران بده يرجع للكونغرس الأمريكي، ما رح يقدر هيك يعني بهالسهولة أنه يشيل العقوبات، والكونغرس وخاصة وحتى الديمقراطيين بالكونغرس لا يؤيدوا أنه رفع العقوبات بهالسهولة هيدي، بدون تمن لرفع العقوبات، وهو سياسة إيران بالمنطقة و المشروع الباليستي وكل هالأمور اللي بنعرفها. أصبح ما بيقدر بده ينتبه كتير للكونغرس الأمريكي اللي معقول كتير يفشلوا لبايدن، حتى ديمقراطيين بيفشلوا بهالقصة هيدي، لأنه في بالنسبة لهم في مصلحة إسرائيل. خلينا نذكر المستمعين سعادة السفير أنطوان شديد أنه حتى بأيام الرئيس ترامب كان في إجماع ديمقراطي جمهوري منقطع لا سابق له لهالموضوع. إيران منا شعبية أبداً. They are not popular بقلب الولايات المتحدة كبلد ولا طبعاً بالكونغرس الأمريكي. بقى هيدي هي الأمور بعدها يعني بصعوبة، ولكن أنا بتصور أنه بالنتيجة رح يوصلوا لحل من الحلول. أيمتى كيف؟ يعني على الدبلوماسية أن تكون يعني أنه هي تستنبط الحلول. مثلا أول حل عبقلوا التزامن، ولكن ما بيأدي التزامن لأنه بعدين إذا انعقدت طاولة المفاوضات الأمريكيين مجبورين يطرحوا قصة الصواريخ الباليستية لأنه خلينا نذكر شوي باتفاق أشرت له أنت بالأول، اتفاق 14 تموز 2013، الاتفاق 5+1 2015. نعم ما ننسى انه 2025 هي مهلة اطلاق يد بينتهي ايران بموضوع الصواريخ، يعني بعد 4 سنوات. وانتقدوا بايدن واوباما بهديك الايام انه مدة الاتفاق اللي عملتوه بده يصير شو 2025، وبالفعل يعني وصلنا ل 2025. شو بعد فيه؟ وين كان بايدن؟ كان بالبيت الابيض طبعا طبعاً يعني إدارة أوباما بايدن، يعني يعرف هذا الملف، ولكن هلأ يعني يعرف بايدن يعرف ملفات السياسة الخارجية جيد جداً وخاصة بالشرق الأوسط يعني. ولكن هلأ بايدن بال 2021 هو غير بايدن أوباما بال 2009 لما فات على البيت الأبيض هو أوباما. يعني ترامب ترك مثل ما قلنا أمور كثيرة بدون يتعاطوا معها وما بيقدروا يتخلوا عنها. رح يقدروا مثلا يرجعوا السفارة من القدس على تل أبيب طبعا زقفوا له، رح يرجعوا ضد التطبيع زقفوا له، لبل بدون يشجعوا غير دول عربية أخرى إلى التطبيع. يعني روسيا هلأ في سباق أمريكي روسي، روسي ليك روسية عم تتوسط ما بين إسرائيل وسوريا هلأ بتبادل الأسرى. بارح في عملية تبادل بالإضافة إلى ما رشح عن اجتماعات إسرائيلية سورية في حميميم، في قاعدة حميميم في سوريا، ما بنعرف إذا كانت مظبوط الخبر قدرت مين بيعرف له. يعني بالنتيجة في كتار بيقولوا مظبوط، بس ولكن روسيا ما أكدته، وقال بيتعاطى الإعلام الروسي بهذه الجدية كمان. روسيا ما أكدته وسوريا ما أكدته، بينما إسرائيل أكدته حتى بالأسماء. طيب ضمن هذا الكونتكست خلينا نقول ما يعنينا نحن. في الرئيس الفرنسي ماكرون، واليوم بنعرف انه العلاقه يمكن مرشحه للمصالحه الكبرى بين باريس وواشنطن. يوم فرنسا بتقول عندنا فريق فرنسي بالاداره الامريكيه لانه بيحكوا فرنساوي، بيحكوا فرنساوي وتربيه يعني فرنساويه. بلينكن يعني طليق يعني وقت اللي قعد الرئيس، خلينا نذكر المستمعين، وقت اللي عمل اتصاله رئيس ماكرون مع رئيس بايدن، خلصوا انه خلي الصديقين انتوني بلينكن وجان ايف لودريان يحكوا مع بعضهم، يعني اثنينهم عايشين بفرنسا كانوا بهالجو. المبادرة الفرنسية الى اي حد يمكن ان تنجح فرنسا بتفكيك او اطلاق المفاوضات الامريكية؟ وقبل ما نوصل قديش حصة لبنان بهذا الاتفاق، وين رايح؟ اذا هلأ من آخر بعد جمعة تقريبا سيكون رئيس ماكرون بأبوظبي وبالرياض للحديث عن هذا الموضوع. خطوط الاتصال مفتوحة مع إسرائيل ومفتوحة مع طهران فرنسيا، إلى أي درجة
بتقدر توصف مهمة رئيس ماكرون بالخليج ومطار؟ ستكون مهمة صعبة. نحن نتمنى أنه المبادرة الفرنسية أن تبقى وتنجح، لأنه ما عندنا خيار غيرها بالوقت الحالي. نعم. هلأ أنا عبرائب تماما علاقات فرنسا بإيران وليست على ما يرام. من شي شهرين ثلاثة لودريان قال عن أنه انتقد إيران بقوة بقضية الاتفاق النووي، وهلأ عن جديد كمان واليوم كمان يعني هالاجتماع اللي صار، وفي يعني اجتماع لم يكن وديا أبدا تجاه إيران، مش هيك؟ نعم. مثل ما قرينا هلأ. صحيح. بقى وإلى أن قال ظريف أنه شو عم يعملوا الفرنسويين بلبنان، فأصبح يعني العلاقات المتوترة ما بين باريس وطهران راح تعرقل مهمة الفرنسية، مهمة ماكرون بالخليج. وبالطبع يعني طهران من الأساس غير متحمسة لنجاح ماكرون إلا ضمن مصلحتها هي. يعني هي طهران تمتلك الساحة اللبنانية، مزبوط ولا لا؟ عم تجي فرنسا عم تقاسم عليها، عم تقاسم طهران عليها، اصبح من الاساس هلا طهران تقول تمتلك خمس ساحات بالخمس عواصم بال بال بالعالم العربي. بقى هلا العلاقه الايرانيه الفرنسيه ليست على ما يرام، لذلك انا قلق على نجاح المبادره الفرنسيه وعلى نتيجه الرئيس ماكرون في الرياض وفي ابو ظبي، لانه حتى بالشيء المتصل قبل ما نحكي بورقه لبنان ورقه بالملف. ايه مزبوط، بس انه بس النتيجه بالنسبه لايران ورقه مهمه. إيه على من تلقى المسؤوليه ساعتها؟ يمكن اذا الرئيس ماكرون يقال اذا معه ضوء اخضر امريكي واسع شوي بيقدر يلبي المطالب الايرانيه او شيء منها اذا اقتنع فيها اولا. ماكرون عنده ضوء امريكي اوضح من ضوء ترامب. هلا ترامب قال اوكي نحن خلي ماكرون يجرب، ولكن ترامب كان كتير متضايق من انه رجعت فرنسا اتصلت بحزب الله هون وعومت حزب الله، سواء بالاجتماع معه في خصر سنوبر او غيره، فكان يعني امريكا ما كانت موافقة. اما امريكا بايدن، واللي سمعنا من تصريحات الناطقة باسم الوزارة الخارجية الامريكية امبارح جريفيث، قالت انه لما سألوها عدة مرات طب شو رأيك انت بحزب الله في الحكومة اللبنانية، قالت نحن بهمنا ما يهم الشعب اللبناني. انا عملها بدنا نشرح بيانا وهيدي طريقة لحتى مدام جريفيث لحتى تقول الإدارة الأمريكية إنه أوكي، يعني إنه ما قالت إنه أنا بوافق على حزب الله، ولكن ما قالت إنه أنا ما بوافق على حزب الله. عم نتعاطى نحن مع إدارة أمريكية جديدة، مع وضع جديد لإدارة أمريكية تتلمس سياستها بالشرق الأوسط. الكل ناطرها ما في شك، كلهم بانتظارها، ولكن في صعوبة عنا بلبنان. إذا عم تسألني عن المبادرة الفرنسية ستستمر، ولكن أنا قلق عليها. أنا بعد هم من نناقش الوضع الإقليمي أكثر، لأنه ما بعرف إيش في ملف اسمه لبنان، أنت بتعرف أكثر من غيرك، لو ما في شيء ملف اسمه لبنان، نحن رح ناخد زي للمفاوضات أو تردداتها لاحقا. إذا رجعنا لمشروع اللقاء المؤتمر اللي سيعقد بعد شوي بين العواصم الأربعة، باعتقادك أنت القواعد الأمريكية الجديدة اللي عم بيحكي فيها بايدن اداه فيها هامش حركة للأزمات بحد بعضها؟ خليني فصل أكثر بدون ما أطول السؤال. امبارح الأمريكي عم بيقول فك العقوبات عن الحوثيين كمجتمع حوثي، ترك العقوبات على قادة الحوثيين. قبل بيومين قال سنوقف التعاون العسكري مع السعودية التي تخوض الحرب باليمن، ولكننا نلتزم ثاني يوم نلتزم بأمن البارح من دين الهجوم على مطار أبها والمدن السعودية. ألا تقلقك هذه الصورة عن عدم ثبات بالرؤية الأمريكية بالنسبة للوضع باليمن؟ كيف بتفسر هالتناقضات؟ وضع باليمن يعني إدارة بايدن عم تقول نحن رفعنا العقوبات لأسباب إنسانية. نعم. لأنه في كارثة إنسانية غير مسبوقة باليمن. نعم. إنه بدنا نوصل المساعدات إلى وهي كمان يعني تؤمن الولايات المتحدة إنه استمرار الحرب باليمن عم يعطي إيران نفوذ أكثر باليمن وتدخل أكبر باليمن وتدخل عسكري أكبر باليمن، فإيقاف الحرب ما بيكون لمصلحة إيران، لأنه عم بتفقد ساعتها إيران ورقة مهمة من الضغط على المملكة العربية السعودية. بقى وبما أنه
الحل عند بايدن هو حل دبلوماسي. وأول زيارة عملها خارج البيت الأبيض ذهب إلى وزارة الخارجية الأمريكية وقال نحن أنا أتيت هنا لأقول الحلول ستكون دبلوماسية ولأدعم الدبلوماسية الأمريكية. مشان هيك هلأ عم يمارسوا هن الدبلوماسية بأبهى حلالها، أي تصريح هون وتصريح هون، تصريح هون وتصريح هون، يعني بدهم يطمنوا الحلفة ولكن كمان بدهم أنه يقدموا على أمور لحتى يتفهموهم الحلفة مع إيران خاصة. إيران هي الهدف الأساسي لدبلوماسية الولايات المتحدة بالوقت الحاضر. مشان هيك يعني يعني رفعوا العقوبات عن الحوثيين كشعب وتركوها على على القاضي تبعهم، والتزموا بالطريقة اللي معروفة عادة، ولو انه التزموا بأمن العربي المملكة السعودية اكيد. يعني شو في شيء من سنة الاربعينات لليوم يعني في اتفاقيات فظيعة بين الامريكان والسعودية، لن يتخلوا، مش ممكن. لا لا، يصال بعض الاطراف انه امبارح الرئيس ترامب اخذ 410 مليار من السعوديه. هو بيتبخروا يعني بعهد بايدن؟ كيف؟ لا ما بيتبخروا، ولكن هذا هو قانون الاقوى يا صديقي، يعني سي لا لوا دو بلو فور، انه اخذناهم هلا بلعناهم بالنتيجه. يعني بدهم خلص بس هودي برامج على 12 سنه. الاقتصاد الامريكي هلا بايدن هو بده يرجع العلاقات مع العالم كله سوا، ويطلعوا من 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 سياسة المبازرة اللي كانت أيام ترامب. يعني دفع الاتحاد الأوروبي، دفع ألمانيا، دفع السعودية، ما كان يعطي شيء كرجل أعمال، ما كان يقوم بأي جيشنا ليس للبيع أبداً، خدماتنا للبيع، خدماته كلها بده أنه يدفعوها. بينما بايدن جاي هلأ يرجع يرجع الأمور إلى حالتها الطبيعية، إلى ما قبل ترامب، ولكنه سيلتزم أيضا بالسياسة الأمريكية. الوضع عند بايدن هلأ يا جورج هو وضع دبلوماسي. مشان هيك أنت عم تشوف وكلنا عم نشوف أنه في إذا بدك تصريحات متناقضة عند الإدارة الأمريكية لتطمن هودي وتطمن هاو وتطمن هاو، لأنه بدها تدخل من باب ما بدها ولا قضية أنه تنفجر بوجهها هلأ بالوقت الحاضر. من هيك يمكن سحبوا نيمتس من الخليج، تخفيف الجيش الامريكي ما في بالباقي، بس وانما بعثوا كمان طيارات البي 52 كمان. يعني من عملوا كزدورة، عملوا كزدورة بس انه بكفي يعملوا كزدورة، يعني انه بالنتيجه كله له معنى. مزبوط. هذه ايام ترامب وكمان ايام بايدن. اول شغله عملها بعث البي 52. طيب ترامب يعني بايدن لن يكون انه بده يتنازل عن مصالح الولايات المتحده ولا عن قوتها ولا عن مصالحها ولا يعني بالنتيجه، ولكن اسلوبه اسلوب مختلف. طيب. عن ترامب، وسيكون كتبت انا بمقالتي بالنهار. نعم. يعني اليد الحديديه في قفاز مخملي اذا بدك بتنقز اكثر بتنقز كثير. طيب بس وقف الحراك الامريكي اخذ هذا البعد، بلشت مناورات روسيه ايرانيه. نعم. شو معناتها؟ معناتها هل أن روسيا ستكون إلى جانب إيران بهذه المواجهة؟ لأنه ما كتير الوضع بين بايدن والروس مسهل. لا منه مسهل، يعني في مشروع أسوأ من العلاقات أيام ترامب. ترامب يمكن كان عنده مخرج، بايدن ما بعرف شو صيرته للمعرفة. هلأ روسيا عم تقوم بمصلحتها يعني بهالمناورات مع إيران. وما ننسى أنه اليوم إيران موجودة بسوريا، وروسيا اكيد موجوده بين شريكه الى حد ما. نعم. الى حد ما فينا نقول انها شركه اساسيه للروس بسوريا. بعد ما اعترف الروس بدور حدا بسوريا، ولن يعترفوا بدور حدا، بالنتيجه بدهم هالورقه تكون لهم. هيدي بالوقت الحاضر قبلوا انه ناس يقاتلوا عنهم، يموتوا عنهم بكل الميليشيات اللي موالية لإيران وكل شيء، هن عم بيعملوا الحرب. أنت سمعت لك عن شيء عسكري روسي انقتل بسوريا؟ لا طبعا. واحد انعدش والطيارة الطيارة اللي صارت قبل. فروسيا عم تعمل مصلحتها. ما في شك انه العلاقات الروسية الأمريكية هلأ متوترة. بايدن كانوا مع الصين أو مع روسيا، مبلش بسقف عالي للمفاوضات مش لشيء آخر يعني. نعم. مش لشيء آخر، فبدنا ننتظر قضايا يعني من هالنوع. طيب ضمن هذه الصيغة لفتك هيك زيارة نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري لطهران من يومين ثلاثة،
وحكي يعني اذا الموقف الامريكي مش عم بيقدر يستثمره او يستفيد منه الفرنسي، هل بقدره قطر مثلا انه تقطف شيء من هذا الدور؟ اول شيء قبل ما نوصل لزياره الرئيس حريري، هل تحل قطر محل عمان؟ الدور اللي كانت عم تلعبه مسقط ودور سلطنه عمان، سلطنه عمان يعني يمكن. هلا طبعا قطر مش رايحه لتحل بقوتها. هل يحمل رساله من الامريكيين؟ هل يحمل رساله او تصور من العرب الى الايرانيين؟ خلينا يعني نشوف شغله، خلينا نشوف شغله. ما رايح وزير خارجيه قطر بقوه قطر انه يقنع ايران انه تتنازل او شيء، اكيد في شيء. لا خلينا نلفت لشغله، تفضل. الوزير الخارجيه القطري نائب رئيس الحكومه وزير الخارجيه قبل بثلاث ايام من زياره ايران وعمل لقاءات مهمه مع محمود ظريف، مع مين؟ اجرى اتصال مع مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان والممثل الامريكي الخاص بالشان الايراني روبرت مالي. مظبوط. يعني قطر تبحث عن دور هن وضعوه تحت عنوان تهدئه الجو في المنطقه وتخفيف اجواء التوتر. الى اي حد، الى اي حد يمكن ان تجري اي مقارنه بين قدره قطر على استثمار علاقتها بالايرانيين؟ وبنعرف بعد الحصار شو كبر الدور الإيراني فجأة بقطر. مزبوط. ولكن إلى حد معين الدور التركي والإيراني، لا إلى حد معين يعني كبروا، بس أنه في عندهم حدود، وبتعرف أنه أكبر قاعدة أمريكية بمنطقة الخليج موجودة بقطر. كيف في حد التاجر الإيراني اللي جيب اللبن واللبنة على يعني قطر بعد ما جاعه؟ هيدي أمور بدنا نتعود عليها ونشوف أنه في مصالح بالقصة. هلأ إذا وصلنا حجم المصالح رح يكون دور قطر قد مصالح غيص على المصالح الفرنسية. بس دور قطر هلأ ما فينا ناخده بس كدور قطر كقطر. يعني ماذا يعني شو في وراء دور قطر؟ إذا كان بس فقط أنه قطر بدها تلعب دور وبدها تورجي حالها أنه هي قادرة تلعب دور، سيبوق بالفشل يعني أكيد، ما لانه ما ممكن بهالصراع الكبير هيدا انه يكون اي دوله لحالها بالمنطقه تقدر تحله بقى. ولكن هل يا ترى مثلا قطر استضافت طالبان والولايات المتحده والى زمان المفاوضات عم تصير عندها، هل يا ترى ستحل محل عمان؟ يعني انه بمفاوضات لاحقه بالموضوع ما بين ايران والولايات المتحده واسرائيل والكل، وقطر مش بعيده عن اسرائيل، يعني انه بالنتيجه كان في تمثيل اسرائيلي موجود بقطر لمده طويله ويمكن بعده ما بعرف يعني. مكتب تجاري قبل ما حدا يفكر، قبل ما حدا يفكر بالموضوع، حتى في ممتلكات، في ممتلكات لامراء قطر باسرائيل ممكن جدا ممكن. من قمه الألفين قمه بيروت الألفين وزير خارجية قطر أسر وقتها للرئيس الحريري الله يرحمه رفيق الحريري، قال له رايح عنده بيت بنتانيا، عنده أعمال بنتانيا بده ديرة. بقى هيدي هي الأمور. يعني هلأ بالوقت الحاضر تعلية سقف المفاوضات، المناورات مش بس العسكرية السياسية، دور أوروبا، الولايات المتحدة إلى أين، لوين بدها توصل مع إيران بهالقصة هيدي، كله هيدا بدنا نتبعه ولنشوف كيف بدأت. سعد سفير عم نعمل اتصال هلأ بدكتور علي مراد ناشط بعمية 17 تشرين تناخد رأي قبل ما نفوت بالملف، اللبناني. بس بدي أسألك قبل ما نرجع نتوغل أكتر لبين ما يتم الاتصال مع دكتور علي مراد، بين الدور القطري ما بعرف منين بين، كان عندنا وزير خارجية قطر من جمعة ما حدا فهم لشو إجا لشو راح، شوية شفناه بطهران، شفنا امبارح الرئيس الحريري ترك كل شيء وراح على قطر الدوحة. لقاء اليوم مع أمير قطر، يا راجع بيروت يا مرق على القيادة الإماراتية. هل تتوقع أن يكون هناك خطوة ما يعني إلى أي حد أقنعك الكلام يلي تسرب من حوالي فترة أنه على إيران أن تقدم حسن النية على الساحة اللبنانية قبل ما نحكي بالملف النووي الإيراني؟ أنت بهذا الجو؟ لا، ممكن فصل الساحة اللبنانية، فصل الساحة أو اللبنانية. أن يعني تقدم إيران الورقة البيضاء أنه صف النية يعطينا شيء بلبنان قبل ما نبلش بالملف النووي، هل تتوقع مثل هذا السيناريو؟ لا أتوقع مثل هذا السيناريو أبدا، لا أتوقع أبدا. يعني إيران ما رح تقدم شيء على الساحة اللبنانية، ستبقى الساحة اللبنانية كما هي، يعني ما راح يخلوا الامور انه بتفرط بلبنان اكثر من هي فارطه، ولن يكون هناك الانهيار الكبير اذا بدنا نسميه. ولكن انا لا اتوقع انه ايران هلا بالوقت الحاضر تعطي شيء مجاني في لبنان، سيكون متزامن مع اي حل
بيتوصلوا له بال... نحن سنكون يعني جزء من نتيجة الحل وليس بداية الحل. نعم، لأنه الملف السوري مفصول تماما. كل الناس تعرف أنه الدور الإيراني بسوريا تحت سقف، بعده تحت سقف موسكو، مش مع ما في صدام، ما في صدام مباشر مع الأمريكا. ما لاحظت كمان مؤخرا هلأ من يومين الولايات المتحدة رجعت تكبر قاعدتها العسكرية في شمال سوريا؟ صحيح، اي معلوم. وحتى بالعراق، حتى بالعراق رفعت، رفع القوى العديد من 500 عسكري ل 4000 4000 عسكري يعني 500. ايه هيدا كله من باب انه المفاوضات. سعاده السفير انطوان شديد، من نرحب بالدكتور علي مراد ناشط بحركه عاميه 17 تشرين. دكتور علي مساء الخير. مساء النور، يعطيك العافيه استاذ جورج، يعطيك العافيه سعاده السفير. يعطيك العافيه. كنت عم بتتابعنا بهالحلقه، بس قلنا قبل ما نفوت على الملف اللبناني مع سعاده السفير بدي اسالك اول شيء، هل شعرت باهميه الاحصاء الذي صدر اليوم انه 83 حكومه بالعالم تستغل جائحه كورونا لخنق المعارضين باعتبارك احد ممثلي هذه المعارضه؟ يعني لا شك انه جائحة كورونا عملت هزة كبيرة على مستوى الداخلي بكل دولة. طبعا دولة مثل الدولة اللبنانية او مثل الحكومة اللبنانية لم تحسن ادارة الملف، بل استغلت بكتير ظروف بكتير لحظات هذا الموضوع، وبينت فشلها وبينت انكشاف الدولة. يعني اليوم انكشاف، نحن دفعنا اليوم ثمن هجرة او هجر القطاع الصحي العام الحكومة الببليك، أنا بفضل استعمل تعبير عمومي أكثر ما استعمل حكومة. وكذلك المدارس الرسمية انكشفت اليوم، المدارس الرسمية ما عرفت تتعاطى مع الموضوع، وعنا دولة نحن بلبنان أو حكومة كل الرد اللي عندها رد أمني بهيدا المحل. وبعتقد هي لو كانت ظروف السلطة بلبنان أفضل من هيك كان القمع بعد أكتر. وبالتالي أنا بين هاي الحكومات أكيد بعتبر أنه حكومة مثل الحكومة اللبنانية السلطة بشكل عام في لبنان، لأنه الموضوع يتخطى الحكومة بالمعنى المباشر، السلطة في لبنان استفادت أو استغلت جائحة كورونا لقمع أو لمحاولة قمع لنقول هذا الشيء. طبعا شفنا نحن كذلك الأمر توقيفات كتير صارت وبعض التجاوزات، ولو ما كان يمكن الشباب أو الصبايا عم يقدروا يتحركوا بشكل جدي كنا شفنا الأمور راحت على محل تاني. منشوف رغم كل التدابير المتخذة بكورونا والإجراءات المتخذة، شفنا شيء صار بطرابلس، شيء بقلب بيروت بشكل متناسق، هلأ على الرينج ووسط بيروت. إلى أي حد هذه الحركة ممكن أن تغير شيء؟ هل أنتم مقتنعين باللي تحقق حتى اليوم؟ يعني أنا بعتقد أستاذ جورج مسار 17-20 مش لازم ننظر له بالمعنى المباشر وأن نبقى أسيرين مشهد الأسابيع الأولى ب 17-20. أنا بعتقد 17-20 هي مسار، مسار طويل بقلبه طلعات ونزلات، ولا شك أنه الكورونا ما ساعدت. وخلينا نكون صريحين، لا شك كمان أنه مستوى الأزمة الاقتصادية والنقدية والاجتماعية استطرادا في لبنان كبير لدرجة، وحتى الحلول النظرية تغيب عن المعارضة كما تغيب عن الموالاة، حجم الانهيار هائل. وبالتالي نحن مش قدام أزمة اقتصادية على طريقة مثلا الرترات بفرنسا منرفع سن التقاعد أو منخفف، ونحن قدام أزمة بنيوية، نحن قدام نموذج اقتصادي انهار والأمر ينعكس على السياسة. وبالتالي اليوم يجب إعادة بناء المواجهة والمعارضة السياسية في لبنان في مواجهة هذه السلطة ككل، ولا أقول هذه الحكومة، لأنه اليوم في أطراف جزء من السلطة يتحملوا المسؤولية حتى ولو ما كانوا بالحكومة. وبالتالي أنا بالنسبة لي هذه التحركات على الأرض هي ضرورية أساسية، لأنه بعتقد لن تتأخر الموج الجاي. المنطق بيقول أنه الناس رح ترجع تنزل على الشارع، ما رح تقبل الناس مجددا أنه يترك مصير البلد كأنهم عم بيقولوا لنا تفضلوا اقعدوا على جنب وتركونا نجرب نحل بعد ما فشلنا 30 سنة. هلأ شو الشكل اللي رح تاخدوا الأمور؟ بعتقد نحن هيدي حيوية المجتمع اللبناني وقدرتنا على نتنظم ونقنع الناس كمان بمشروع سياسي واضح بديل، ليس فقط الاعتراض. هيدا التحدي اللي بيواجه القوى الموجودة بالشارع، إن كانت سياسية أو مجموعات، يعني إن كانت أحزاب قديمة موجودة أو إن كانت مجموعات سياسية خلقت أو ظهرت بعد 17 تشرين. نعم، في محاولات دؤوبة لإعلان جبهة معارضة، وين صارت هالمحاولات؟
يعني بعتقد جبهة المعارضة اللي يمكن عم تشير لها اللي فيها عدد من المجموعات وكمان جزء منها حزب الكتائب ومستقلين، هذه الجبهة بعتقد هي ضرورية للمشهد السياسي العام بلبنان. أولا ضرورية لنقول أنه في أطراف كانت موجودة بالسلطة وأخذت خيار سياسي شجاع. الكتائب اللبنانية أخذت قرار سياسي شجاع بال2016 أن لا تسير بالتسوية الرئاسية، وهذا كان تحدي ربما على الحزب وعلى رئيس الحزب بهذا المحل، وهذا اللي خلى يقرب الحزب الكتائب من عموم الناس. هلأ ربما مش كل المجموعات الموجودة ب17 تشرين عند نفس التصور أو التقييم لحزب الكتائب، ولكن في عدد لا يستهان به من المجموعات بتشوف أنه يمكن بناء جبهة معارضة مع حزب الكتائب مع عدد من النواب الآخرين لتقديم برنامج بديل تتقاطع لاحقا مع مجموعات أخرى بتكون بمهام نضالية بالشارع بالمواجهة، وأيضا كمان بتفكر بالاستحقاقات الانتخابية بهذا المحل، لأنه بعتقد مش تفصيل الأستاذ جورج مثلا مشهد استقبال اللي كان لرئيس الحزب سامي جميل بطرابلس في حين النواب بلبنان والوزراء ما قادرين يتحركوا. يعني بهذا المحل النيونس منا بسيطة بهذا المحل، وين صارت خطوات الجبهة هي بحالة متقدمة بهذا المحل، ولكن الوضع السياسي العام وجائحة كورونا وصعوبة التواصل بتخلي الأمور ربما أبطأ، وبعتقد هيك جبهات ربما أخذ الوقت حتى لو الواحد لازم يعجل بس ما لازم يتسرع بإعلانها، لأنه الشكل بأهمية المضمون بهيك لحظات. يعني كيف استقبلت، إذا رجعنا شوي لتداعيات انفجار المرفأ، كيف استقبلت اليوم قرار المحكمة التمييز بنقل الملف من القاضي فادي صوان إلى قاض آخر ننتظر تعيينه؟ ما بعرف إذا رح يكون تعيينه سهل مثل التجارب السابقة. يعني إذا أنا هون على الرغم من خلفيتي القانونية كحدا يعني بيعلم قانون، أنا بدي خلفيتك القانونية قبل الخلفية السياسية. بالنسبة لي هون أرى الموضوع بجانبه السياسي أكثر من جانبه القانوني. بمعنى أكيد الملف القضائي يجب أن يذهب إلى النهاية، يجب أن يحاسب الكل، أكيد لا يمكن أن يقتصر الأمر على محاسبة من كانوا في السلطة وفي عند حصول انفجار بيروت، ولكن أنا أعتقد إنه انفجار الرابع من آب وبفضل سميه تفجير حتى لو يعني اليوم هذا الانفجار هو تشيرنوبل لبنان وليس هيروشيما لبنان. غورباتشوف يقول لقد انهار الاتحاد السوفيتي عند انفجار تشيرنوبل، بمعنى انه في اخطاء بيروقراطية صغيرة تراكمت ادت لهذا الحدث. اليوم المسؤولية السياسية على نظام سياسي باكمله وهو المسؤولية الأساسية. اليوم إذا بده يتحاسب ولازم يتحاسب الأشخاص التقنيين المدراء العامين الوزراء بالمفرق ما عندي مشكلة، ولكن هي مسؤولية نظام وطريقة حكم خلت أنه 2700 طن ما حدا يقدر يشيلهم. هذا يؤكد عجز، وهون العجز ليس عجز الضعيف، هو عجز المتآمر في بلد انترك بهاي الطريقة، مثل من ترك البلد بالاقتصاد، مثل من تركت بلد موازنة، مثل من تركت أجلت الانتخابات النيابية مرتين، مثل ما صار في فراغ رئاسي انترك كمان تركت الأطنان هذه في هذه الحالة. وبالتالي اليوم إذا في محاولة لإحراج فادي صوان، رئيس فادي صوان وإخراجه، اليوم كمان كان ملفت مقال الأخبار، يعني كمان نحن بنشوف مقال الأخبار كان عم يدعي بشكل أو بآخر، ما في محاولة خلصت فادي صوان ساعت اللي بتبلغ القرار بده يتعين قاضي آخر. يعني اليوم بالنهاية عم تجرب، كانت قلنا جريدة الأخبار أنه فينيانوس تم استدعائه، الوزير فينيانوس أو حسن علي حسن خير أو غيره، لأنه نزلين على ملف العقوبات. يعني هاي نظريات المؤامرة بالفرنسي بيقولي أدوبال، يعني بعتذر على التعبير، هاي السخيفة ما فيها تكفي هيك. في اليوم جسم قضائي عليه أن يتحمل المسؤولية، واليوم كل قاضي يجب أن يعرف أنه اليوم في رأي عام سيحاسب بهذا المحل، وما رح ينترك موضوع المرفأ، لا أهالي الضحايا رح يتركوا ولا الناس رح يتركوا. يمكن اليوم الهمة تكون صعبة بسبب الكورونا، ولكن ما رح ينسكت عن ملف
عن هيدا الملف، وكل قاضي بده يستلم هيدا الملف بكل بساطة إذا هو مش قادر يعمل الشغل خليه يتنحى ويحط المسؤولية. نحن بنعرف موجب التحفظ عند القضاة، ولكن نحن بنعرف شو عمل كمان نادي القضاة. يعني اليوم القاضي بيطلع يحكي، يطلع الرأي العام رح يدعمه. القاضي اللي مستعد يخوض معركة التحقيق للآخر نحن رح ننزل ندعمه، والقاضي اللي رح يكون عم يتلب عم يلوفك بهيدا المحل نحن رح ننزل نتظاهر ضده. واضحة المسألة المعادلة. بس بعد قرار اليوم يعني إذا تعين بكرة الصبح تعين قاضي آخر، قاضي عدلي آخر، بده 4-5 أشهر تيقرا 500 كيلو ورق وتحقيقات وقصص. هل نجحت هذه المنظومة السياسية؟ ما بعرف إذا بتسميها منظومة التسوية تبع 2016 أو هذه منظومة أخرى، هل نجحت بإبطاء عملية التحقيق، وهل بات مهددا برأيك؟ أنا برأيي التحقيق الجنائي كما هو ما رح يكون مهدد. يعني اليوم أنا بنتظر التحقيق يوصل لخواتيمه ليس تحت هذه السلطة. هاي السلطة ما رح توصل التحقيق لمحل. من هون نحن معركتنا بالكبير مع هذه السلطة. وبهيدا الإطار أستاذ جورج، أنا بعتقد شيء أساسي، بالرغم من كل الضغوطات اللي نحن عايشينها، بالرغم من كل الإحباط الفردي اللي كلنا تحته يمكن على المستوى الفردي كمواطنين بالدرجة الأولى، اليوم ما فيهم يرجعوا يحكمونا مثل قبل. ما فيهم كيف كان ينحكم البلد قبل 17؟ في استحالة نرجع نحكم. طبعا رح يستخدموا في الاغتيال السياسي مع لقمان سليم، في التخوين، في التعبئة الطائفية، كله رح يستخدم. ولكن في شيء ثابت بسبب وضع لبنان، وإذا رأينا كل الدول اللي مرقت بالمستوى الانهيار الاقتصادي اللي مرقنا فيه، السياسي في لبنان لم يعد بإمكانه أن يحكم الناس كما قبل. وهذا لا يعني أنه ربما المنظومة كمنظومة انهارت، ولكن أحزاب هذه المنظومة لازالت قوية. إن كان ما فينا ننكر أنه عند بعض التمثيل الشعبي المتكل على شبكة زبائنية، المتكل على تعبئة طائفية، المتكل على علاقات خارجية، المتكل على قوة السلاح، ولكن بمحل آخر كمان هذه المنظومة ما بقى حتى قادرة تأمن أجوبة للجمهور تبعها. وهذا التحدي للناس التغييريين بلبنان. أنا أعتقد أن الشعب اللبناني حتى الناس المؤيدين لهذه السلطة صاروا شايفين عجزة. السياسي في لبنان كان إله ونصف إله، اليوم لم يعد كذلك. التحدي علينا أن نقنع الآخرين ببرنامج بديل، ومن هون بتكون يعني جبهة مثل الجبهة اللي عم تنعمل، أو ربما في جبهات أخرى الواحد كمان ما لازم ينساها، هي أنه تقدم بديل مقنع للمواطن اللبناني ليقدر نروح نحن وياهن على بناء بلد مختلف يستحق الشعب اللبناني واللبنانيات. الله يسمع منك دكتور علي مراد، سرنا بهذه المداخلة. شكرا لك، وإن شاء الله قريبا بتكون قاعد معنا بهالستوديو لنحكي أكثر وتفصيل أكثر بالمرحلة المقبلة. شكرا لك. شكرا لك ولسعادة السفير وللمشاهدين. شكرا لك دكتور علي، موفقين. عندك شيء سؤال لسعادة السفير؟ لا أبدا، موفقين أبدا. شكرا دكتور علي. يعني شفنا هذا الشق المتعلق بالحراك الشعبي. طيب خلينا نفوت شوية عن ملف الحكومة، جوازنا وقتها بس عنا كم دقيقة بعد. سعادة السفير أنطوان شديد، وقت بتقرأ هذا الوضع، بتقرأ إصرار فرنسي على الحكومة الجديدة، نائب وزير خارجية قطر، الاتحاد الأوروبي، الفرنسي، الأمريكي، الروسي مؤخرا، هل أنت مقتنع بكل هذه القراءة أم أن هناك بعض عم يستثمر المواقف الخارجية؟ يعني بشكل أوضح، امبارح على كذا وسيلة إعلامية، روسيا مع الرئيس الحريري ضد الرئيس عون، لا روسيا مع الرئيس عون. إلى أي درجة يمكن أن نركن إلى هذه القراءة الخارجية؟ أين هو المجتمع الدولي اليوم بشكل عام؟ المجتمع الدولي بشكل عام واضح جدا من كل الفرقاء أنه ساعدوا نفسكم لنساعدكم، شرط الحكومة تتألف حكومة حيادية، خاصة حيادية، اختصاصيين بتقوم بالإصلاحات المطلوبة لحتى يبدأ المجتمع الدولي بمساعدتكم. واضح جدا من قطر إلى روسيا إلى كل الفرقاء. ولكن هناك شيء يعني ما بعرف يعني داخلي، ولكن داخلي على خارجي بنفس الوقت،
يعني سألتني سؤال أنه هل تقدم مثلا طهران على أنه تقدم شيء كبداية حل يركن كيف في سيناريو عليه حكا أنه الفرنسي مصر مني مني شايف وهون آخر مهم للوسيط الفرنسي اللي زار طهران بعتقد بين 29 كانون الثاني واثنين شباط كان في مفادين فرنسيين بطهران يقال أنه كان في سيناريو فرنسي أعطونا إشارة إيجابية للتعاون على الساحة اللبنانية لم يعطوا طيب ما أعطوا بعد ما سمعت أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله امبارح شفت شي حل بالأفق الحل التزامن أنه ما حدا ينكسر لحدا واحد اثنين في حل قصة الحل اللي طرحه أنه بيتفهم موقف الرئيس الحريري من السلسة المعطل ومن وزارة الداخلية ويتفهم مطلب الرئيس عام من ناحية توسعة الحكومة شو عملنا يعني معناتها إذا ما اتفقوا هاتنين يعني منه لم يكن حاسما إذا بدك في فرض هكذا أو في محاولة فرض يعني هو بيقول أنا مني وسيط مني وسيط بس هو راعي حركة الوسطاء في الوسطاء كتير ولكن بنفس الوقت يعني شفنا عدة تحركات على الساحة اللبنانية ما بتبشر بالخير من ناحية توسيع الحكومة والحصص بقى مشان هيك يعني للأسف الشديد بعدنا قدام حائط مسدود بما يتعلق بالحكومة وهذا شيء بيتعلق فينا نحن والغلطة غلطتنا والمسؤولية مسؤوليتنا والنتيجة وخيمة لحديت هلأ الضغط الخارجي بعد ما توصل لاتفاق يقدر انه يفرض حل عنا بلبنان او على القليل يقنع الفرقاء اذا ما بدنا نستعمل كلمة يفرض ان يقنع الفرقاء اللبنانيين بحل وسط سعد السفير كان عنا المبادرة الفرنسية من 2 ايلول مظبوط كلنا قعدنا على طاولة قصر الصنوبر قعدوا السياديين مع ما بعرف شو كل التوصيفات كله اسقطوا الانتخابات النيابيه المبكره واتفقوا على اليه معينه وما حدا ناقش بموضوع الانتخابات فاقوا مؤخرا على الانتخابات المبكره طيب هالمبادره الفرنسيه بتقول مثل ما عدتهم انت هلا حكومه خلال 3 اسابيع حياديين غير حزبيين طيب اصلاحات طيب رضخ الفرنسي رضخ الفرنسي قبل الرئيس الحريري انه الماليه للشيعه والشيعة بيسموا وزراءهم والدروز بيسموا وليد ما بعرف أنا قديش في وضوح بالعملية بس المشكلة إنه رغم التسهيلات اللي عم بيقدمها الرئيس نبيه بري قال نحن سمينا وزراءنا ونحن بشكل من الأشكال في لائحة راحت وإجت وحكي الرئيس الحريري عن لائحة لرئيس الجمهورية شفناها امبارح بالأسماء بالتفصيل شو باقي من المبادرة الفرنسية إذا بدنا نرضي الكل شو بيبقى منا ما يعني للحقيقة بقي القليل وبقي الدور الفرنسي في تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء المختلفين وبالطبع كمان الدور الفرنسي يتكل على الدور الإقليمي مشان هيك زيارته إلى الرياض وإلى أبو ظبي مهمين كتير هلأ بالوقت الحاضر ولكن ليس كل شيء أنا قلق لأنه علاقة فرنسا بإيران منا منيحة مشان هيك أنا قلق على المبادرة الفرنسية ويعني بعدنا قدام حائط مسدود وهذا شيء خطير لأنه ما اليوم الدولار قارب 9500 ليرة وما أدراك لوين بده يوصل يعني أنا إن شاء الله ينزل بكرة ما بعرف أنا مني خبير لأقول أنه يرتفع لا إذا ما أخذت مبادرة سياسية الله أعلم 10 12 13 يعني اليوم أكثر الخبراء عم بيقولوا خلص الدولار بلا سقف بلا سقف وهذا شيء خطير شو معناتها يعني شيء كتير خطير يعني راح يؤدي إلى إنه إذا حطينا إذا أخذنا الداخلية أو بدل العدلية بتنحل قصة الدولار ولا شو نتمنى قبل ما خلص قبل ما خلص هاي الحلقة بس هيك قد يكون الجواب عندي شيء بس بدي اللي من سألتني عن الدول الأمريكي ودور روبرت مالي اللي بعرفه كتير منيح أنا واشتغلنا سوا بواشنطن هو دور احتواء إيران أكثر من المجابهة معه يعني containment of إيران يعني بدهم يحتووها لإيران أكثر من أنه يتصادموا معه هالاحتواء كيف بده يكون في له شروط يعني كمان بالاحتواء هون بدها تلعب القصة الدبلوماسية بين أنه يوصلوا لها لحتى مع حدا بده يوصل لحرب لا الولايات المتحدة ولا إيران ولا إسرائيل بده حرب كله صح. كله صح بقى مشان هيك طيب الاحتواء بشو كيف عندك هيك عنوان لسيناريو
ممكن انه الامريكي يرضي فيه الجانب الايراني اذا شفنا اليوم الجانب الايراني انا اتخوف رفع السقف اكثر من الجانب الامريكي. انا اتخوف انه مش انه اتخوف بشوف يمكن الامريكي يعطي دور ما الى الايرانيين بالمنطقه يشابه الدور مع كل العقوبات على الايرانيين يعني العقوبات على حزب الله بلبنان بالنتيجه بدهم يعطوا شيء يا جورج بدهم يعطوا خصوة يعني واعطي انه شو بدهم يعطوها لايران هي بدها موضوع ثاني بدها حلقه ثانيه ان شاء الله نحن ما نكون الثمن هذا اهم شيء هذا السؤال الاساسي هذا السؤال الاساسي ان شاء الله لبنان ما يكون الثمن ما يكون لبنان الثمن بنتيجه المفاوضات اللي ممكن يعني اذا كملوا بهالطريقه ما بتعرف لا يستسهلوا انه الثمن اللبناني إذا استسهلوا إنه والله إذا كان الدفع لابد من أن يدفع أنت بتتذكر إذا اشتغلنا بالغطاء الدولي والحماية الدولية بس كان مطلوب شيء من لبنان يحفظ هالشمسية شو عملنا؟ هلأ في شغلة شو عملنا؟ إنه لبنان استقرار لبنان هو شغلة مهمة لكل دول المنطقة بما فيهم إيران حتى كمان يعني ما حدا بده إنه الأمور تروح إلى درجة أكثر مما هي سواء بالحرب أو سواء بالقضايا الأمنية أو سواء بكتير أمور حتى أنه بالانهيار الكامل نحن منهارين هلأ بس بالانهيار الكامل الكبير شو عاد ممكن نعيش؟ والله ما بعرف شو بدنا تكون في أسوأ من هيك ولكن في مصلحة للمجتمع الدولي بالدول اللي عددناها أنا وياك بكل هالحلقة أنه ما نوصل لهالدرجة هيدي هيدا هو الاتكال الوحيد إذا بدك أو إنه يعني شجرة الخلاص اللي ممكن نتعلق فيها. نعم. إيه البطريرك. عسى خيرا. إيه البطريرك الراعي امبارح لا المبادرة الفرنسية ما زالت في بداياتها. عشو شو عملنا؟ يعني بس يجب أن تبقى حية حتى ولو كانت يا جورج بصعوبات مثل ما حكينا كل هالحلقة بصعوبات قوية وقلق عليها و ولكن يجب أن تبقى حية. إذا شبهناها بالكورونا. إذا إذا في توصلنا لقضية. لحل معين أن تكون هالمبادرة الفرنسية هي إذا بدك العربة التي سوف تقودنا إلى الحل إن شاء الله ما يكون فيها أكثر من حصان وكل واحد رايح بجهة إن شاء الله لا ساعتها حتى على المستوى الفرنسي يحكي عن نزاع كتير بقلب خلية الأزمة الفرنسية إيه لأنه النتيجة لحديت هلأ ما كانت جيدة بالنسبة لهم لم تكن مباشرة سعادة السفير أنطوان شديد بشكرك على مساهمتك بحلقة أنا بشكرك جورج شكرا لك وبولك الضيف سيف ماضي شكرا على إخراج هذه الحلقة وأخيرا لكل مستمعي صوت لبنان لكم مني أنا جورج شاهين أطيب التمنيات وإلى اللقاء في منشات جديدة